صحيح انه انت منعتي بنتك تتزوجني، كيف بدك تمنعي حياتها من انها تتدمر؟ وانا رح احتفل بدمارك بهذا اليوم ومع العاب ملونه حلوه كمان. ليش تركتيني هونيك؟ ليش ما طالعتيني؟ هذا الحريق اللي صار ويلي بسببه بناتي بالمشفى، انت المسؤوله عنه. ضروري اعرف مين بيكون الشخص يلي فعل هذا الحريق. نساء لا يقهرن، من السبت إلى الخميس 11 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.